فيها في الرعب أن مقبلة على السجن، مقبلة على السجن. بعد هذيك الشده اللي تشد الاعتقال اللي تعتقلت ودوزت فيه مده شهرين، الله يلا يرك اللي كان دعيو ان ربي يهدي وحنا نقلبوا على ولده اصلا، الله يلا يرك اللي كان دعيو ان ربي يهدي وحنا نقلبوا على ولده اصلا. نتفكروا كنت كان نتفكر ولدي بزاف حيت ما كان بعيد عليا وما كنشوفوش. نتفكروا كنت كان نتفكر ولدي بزاف حيت ما كان بعيد عليا وما كنشوفوش. كان كنحاول انا اللي عيطت ليه وهضرت معاه، كنقول ليه بانني في الخدمه، كيقول لي هضري معايا ابي الفيديو، كنقول ليه لا خدمه حكا حبسينا كدا. المهم كنحاول كنصبر ولدي وكنصبر راسي وكنصبر والديا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي كيتعلق بشيماء، عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها، تعاطفوا معها بشكل كبير، هي والأم ديالها شيماء، ضحية سعادة اللي كتمنى أن تخلقها الزوج، إلا أن ذاك الطرف له رأي آخر. شيماء كما درجنا في العنوان مقبلة على السجن بعد 5 أيام، إلا أن المغاربة لهم رأي آخر ومشكورين، وهذا من الطبيعي ومن الشيم ديالهم. مستجدات في الموضوع وخبر صار في الموضوع نشوفوه مع الأم. أختي وضعنا الفيديو، المغاربة حسوا بشي، ما ربطوا بكم اتصال، تكلموا معك في الهاتف بشكل مباشر. عاودي لي النقاش ديالك مع المغاربة في المغرب وخارج المغرب. السلام عليكم. المهم بداية كنشكر جميع من ساندني ورفع من المعنويات ديالي وحاول انه يوقف معايا، اللي الحاجه اللي خجلتني الموقف ديالهم انه خجلني صراحه. جميل ما نساش منهم كاملين، كل من حس ببنتي وقف معها في هذا الموقف، انه لانهم داروها كلي دارها اختو كلي دارها بنتو. المهم كلهم وضعوا نفسهم في الموقف ديالي انا كأم. شكرا لكم جزيلا. المهم الناس هضروا معي مباشرة، هاتفوني عبر الهاتف وعبر شبكة الواتساب، متأثرين كما تأثرنا ولو بحال كاينين معايا صراحة، بحال كاينين معايا في المحكمة، بحال كانوا معايا في الوقت اللي أنا كنحاول باش ننقذ الإبنة ديالي من باش ما تدخلش للسجن. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. السؤال الثاني اللي عندك دابا هضر دموع الفرح، اللهم بارك. وضعنا الفيديو الاحد، الاثنين، احنا اليوم في الثلاث، شحال وصلتي في المبلغ اللي غادي ينقذ شيماء من السجن؟ شحال وصلتي بالضبط باش يساعدوك المغاربه؟ الحمد لله احنا دابا وصلنا لقرابه 3.5 مليون، اللهم لك الحمد. احنا غاديين في المبلغ و شنو نقول لك، الامل الامل باقي عندك. الحمد لله، الحمد لله وكرم الناس، اللهم لك الحمد. هاد الامور انا غنجي لها في الاخر، غادي نختمها، غادي نسولك على الاجراءات القانونيه اللي غادي دار دابا. انا كنشوف تعليقات الناس تيسولوا تيقول لك اودي دابا هاد المبلغ كيفاش، خصهم يفهموا الاطار القانوني، يعني النقاش ديالك مع المحامي اللي متبع لكم الملف، هاد الفلوس فين غتحط وكيفاش غتكون المرحله القانونيه ديال هاد المبلغ، لانه النيابه العامه وقاضي التحقيق مشكورين عطاو هاد المهله ديال 5 ايام لشيماء باش تسدد هاد الغرامه اعتقد او الكفاله، غادي تشرحيها لي. هاد المبلغ هو كفالة بقيمة الشيك كما قال لي المحامي، واللي قررته قضية التحقيق باش تخرج البنت ديالي ما تبقاش في الاعتقال. يعني هاد المبلغ غادي يتحط، وما يمكنش اللي نصب على بنتي واللي احتال عليه انه يتسلم هاد المبلغ الا بعد ما تدوز القضية ديالهم في التحقيق اولا، والتحقيق كما داز في الفترة اللي فاتت شهرين وتقريبا وكتر، هذا كدوز في المحاكمه. ونتمنى من الله خير. باقي ابتدائيه واستئناف ومراحل. باقي ابتدائيه، باقي استئناف ان شاء الله، يعني باقي المده شويه طويله في القضيه. غير وانا اللي طمأني ان
القرار اللي خرج دابا ان هذا المبلغ كفالة بقيمة الشيك، وفرق بين الكفالة وبأنني أديت. نعم، هي الأجل اللي عندها حتى الجمعة أعتقد، هذه الجمعة هذا خص يكون الجمعة باقي المبلغ ديال 1.5 مليون. باقي المبلغ ديال مليون، الجمعة عطاتنا حيت عطاتنا مدة 5 أيام خاصة تكون ولا تسلم راسل. السؤال الأخير اللي عندي معك واخا هو شوية مؤثر، حسيتي بالمغاربة بأنهم قادرين يصنعوا القرار باش هاد البنية تفرح مسكينة وتبقى تقابل وليدها؟ كما قالوا لي بعض الإخوان في اتصالات ديالهم، تا حاجة ما مستحيلة، واللي تمسك بالله سبحانه وتعالى وساندوا الإخوان ديالهم، وإلا كنتي بالأحرى صادق كنظن أنك ما غاديش تخيب، وحاشا الله واش يخيب العبد ديالو، والحمد لله. نتمنى من الله تعالى هاد 1.5 مليون إن شاء الله توصلك تاهي وتكملي المبلغ إن شاء الله بحول الله يا رب. الله يفرج عليك يا ربي. هادشي اللي غادي نقول لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا المغاربة لهم رأي آخر، شيء ما لا يمكن أن يتم الزج بها في السجن بمجهود الله ومجهود المغاربة. النيابة العامة مشكورة أنه خلت الرحمة في الملف، وكذلك قاضي التحقيق. حاليا الفيديو وضعناه يوم الأحد، يوم الاثنين واليوم الثلاث اللي هو 11 جونفي بطبيعة 11 يناير اللي هو عيد وطني، ما كيكونش العمل، الخدمة ما كايناش اليوم. المغاربة في المغرب وخارج المغرب مشكورين بشكل كبير، وأنا كنتكلم معهم الآن بشكل مباشر. أنا الصلة اللي عندي مع المغاربة هي الشاشة، وكيوضعوا فينا ثقة كبيرة، وهذا صراحة هو تكليف أكثر ما هو تشريف، وهذا شرف لي صراحة. ليست لي علاقة بالشق المالي، المعاملة والمساعدة تكون بين المحسنين وذاك المحتاج، وأنا كنوجه لهم الشكر الجزيل، لأن الملف كما قلت في السابق عشت مدة سنة ونصف في الأيام الأولى. المغاربة تفاعلوا مع الأم ديال شيماء ومع شيماء حتى هي، وقدروا وتمكنوا أن وصلات في يوم واحد المبلغ اللي هو 1.5 مليون، تيبقى لها 3.5 مليون عفوا، تيبقى لها مبلغ ديال 1.5 مليون. كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربة، كل من ساهم أو ساعد لإسهام في الفرح والسرور لهذه العائلة أجره محسوم عند الله. مشاهدينا الكرام، ما أتمناه هو إلى وصلوا لهذا المبلغ، ملي غادي يسددوا غادي يكون عندي تسجيل أخير مع الأم باش توضع الرأي العام في الصورة، وتكون شيماء ماشي في السجن بين أحضان والديها وكذلك الإبن ديالها، وهذا شرف لنا. مشاهدينا الكرام، المغاربة الخير كيدور بيناتهم، وهذا هو من أروع الأشياء. أنا دوري ونوصل الصوت، وقدروا وتمكنوا باتصالات في يوم الأحد في الليل والاثنين أنهم خلقوا السعادة لهذه العائلة، وحسات الأم أنه على جد مقربة من أنه يكون عنده المبلغ باش تطمئن على الإبنة ديالها. الله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديال الأم، وشكرا جزيلا لكل من ساهم أو ساعد سواء ماديا ولا معنويا ولا بالتعاطف دياله، له جزيل الشكر. اللقاء ديالنا إلى توفقات وكملت المبلغ غادي نسجل معها من بعد الوقت اللي غادي تقوم بالإجراءات من أجل شيماء اللي ما تمشيش للسجن. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.